اهلا بالاصدقاء والصديقات. يعني صراحه هذا واحد النداء للساكنه ديال رينكون وايضا الناس اللي كيجيو يزوروها، يعني بحال الالات بحال هذه ما عرفتش انا علاش هذه مهرسه، وخصوصا هنا كيجيو غير العائلات زعما، ماشي كيجيش واحد العيال صغارين بوحدهم، راه ما كيجيوش هنا، كاين غير العائله. دابا هذه اللي تستافد منها الساكنه ويستافدوا منها الزوار اللي كيجيو، خصوصا بان المدينه كتعرف واحد الارتفاع مهول ديال المدمنين. الاماكن القليله اللي كاينه، كاين هذا المطاع هذا هنايا بهذ الالات، احنا كنشوفوهم كاملين مخربين. ما بغيتش نمشي نصور لين عندي، قلت لك الراجل عاود كنصوروه، كنا نبين لكم غير هاد الالات هادوما كاملين مخربين. بغيت نعطيكم غير واحد النموذج، راه هو هادشي هذا اللي كتشوفوا هنايا، يعني هو اللي كاين ليه. ورينكم فيها 60,000 نسمه ولا كذا، 60,000 نسمه. كاين جوج الاماكن اللي فيهم الالات الرياضيه، كاين هذا المطاع هذا في الدخله ديال رينكون مع ميريديانا، وكاين هذاك اللي مع العماله. انا ما عرفتش والله العظيم، كاين شي حوايج زعما اللي خصهم شي توعيه كبيره. انا بنادم ما عرفت هذا الدور، الصراحه الدور ديال الاسر، لذلك رجاء كنتمنوا من العائلات اني نهضر مع اولادنا، تقول لهم راه هذوك الاملاك ديالنا راه تبنا وتما من الضرائب ديالنا اللي كنخلصوا للدوله، ماشي زعما داروا فينا خير، ولكن ما بها باس، ما في يعني ما فيها باس. لا الا دواعي شويه ولاده وضرب شويه ولاده، ملي يكونوا خارجين يقولوا لهم ما تهرسوا شي، ما ترميو شي الزبل. يعني ما صراحه هادشي هذا والله العظيم داك يبقى في القلب. يعني كنتمنى توصل الرساله من الجامع. تحيه.